ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني من اخر فيديو لينا مع بعض. راجعين النهارده فيديو جديد. بس قبل ما اقول لكم الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه، لو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله، وعشان تتابعيني اول باول ما يفوتكيش اي فيديو في اللي هنزلهم الفتره اللي جايه، وعشان تلحقي تتفرجي على الفيديوهات اللي نزلتها وتستفادي منها. نزلنا عن الشعر وعن البشره ونزلنا عن الجسم، فانا واثقه انكم تستفادوا منها. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو ده لو عجبك، وتشيريه مع صحابك عشان يستفادوا معاكي، وتشجعيني بكومنت. فكرة الفيديو النهاردة ان احنا هنتكلم ان ازاي نهتم بمنطقة الاندر ارم، خصوصا في فصل الصيف، ازاي تكون ريحتنا على طول حلوة في المنطقة دي بالذات وما تطلعش مننا اي ريحة عرق. هنتبع كده نصايح وحيل كده عشان تكون ريحتنا على طول حلوة. فلو عايزة تعرفي ايه هي الحيل دي تابعي الفيديو لغاية الاخر. اول حاجة عشان احنا نهتم بالمنطقة دي كويس، لازم ازالة الشعر بشكل مستمر. شيلي الشعر من المنطقة دي بشكل مستمر، مش عايزة المنطقة دي يكون فيها اي شعر خالص، لان وجود الشعر مع العرق اللي بنعرقه فالبكتيريا بتمسك في الشعر، فبيكون يعني الوضع صعب خالص. فلو في اي شعر في المنطقة دي نشيله باي طريقة. في طريقة الشيفنج، الحلاقة، المكنة دي من جيلت فينوس. لو انتي مرتاحة على السويت، لو انتي بتعملي ليزر يبقى حلو قوي، لو انتي بتعملي بالسلك بيل، اي وسيلة بتستخدميها، اهم حاجة تشيل الشعر من المنطقة دي باستمرار. مع طول ما في شعر البكتيريا هتمسك في الشعر الموجود، فانتي هتلاقي الدنيا معاكي متلخبطة في المنطقة دي. فاول حاجة ازالة الشعر باستمرار. تاني حاجة عايزين نعوض العرق اللي احنا بنفقده في اليوم بالترطيب. هنرطب داخليا وخارجيا. هنرطب داخليا ازاي؟ بشرب المية. المية كويسة جدا 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 تعوضي العرق اللي انت بتفقديه طول اليوم، لو انت في شغل، لو انت في مدرسة، في جامعة، طول اليوم احنا بنعرق، فاحنا عايزين نعوض العرق اللي بننزله ده في شرب المية. المية مش هتخلي البشرة معاكي تأكسد، هتساعد ان هي تطول الشعر. تالت حاجة تعوضي العرق اللي احنا بنفقده خلال اليوم، فشرب المية. خلي معاكي على طول ازازة مية، طول ما انتي ماشية في الشارع، طول ما انتي في الشغل، طول ما انتي في الجامعة اشربي مية. ولو انتي في البيت ومتقدريش تشربي مية قوي، او بتحس انك انتي خلاص مش قادرة، تجيبي الكوباية اللي فيها شاليمو، بتتباع في رنين وتوحيد النور في اي مكان، وحطي فيها مية ساقعة بتلج على طول. ممكن تعصري عليها عصرة ليمونة بحيث انك انتي تشجعي نفسك على شرب المية. اهم حاجة نشرب كوباية، يعني نشرب مية بكميات كبيرة. حقيقي يا بنات شرب المية ده انا لما عملته وفرق معايا جدا فعلا حقيقي. ما كنتش فاكرة ان هو هيفرق معايا كده، بس فعلا انا من النوع اللي بشربش مية قوي، فعملت الطريقة اللي بقولكم عليها. جبت الشاليمو اللي هي في كوباية كبيرة، حطيت تلج فيها ومية ساقعة، ابتديت كل ما انا قاعدة كده باخد ايه شفطتين كده من الكوباية اللي هي فيها الشاليمو، فساعدتني ان انا اشرب مية بكميات كبيرة. اشربي مية زي ما انت عايزة، تعصري فيها عصرة ليمونة عشان تغيري من طعم المية شوية. اهم حاجة نعوض داخليا. تالت حاجة معانا هو الديودرنت. مفيش حاجة اسمها ما بنحطش ديودرنت، مفيش حاجة اسمها انا بحط شابة، انا بعصر نص ليمونة، لا الكلام ده ما ينفعش خالص في اللي احنا فيه، في العرق والحر اللي احنا فيه ده ما ينفعش الليمون ولا تنفع الشابة ولا تنفع الحاجات دي خالص. لازم تستخدمي ديودرنت، اي نوع ديودرنت، دوف، نيفيا، فا، اي نوع انت مرتاحة ليه، ستارفيل، اي نوع. اهم حاجة تستخدمي ديودرنت معاكي ويتجدد كل 24 ساعة. فيش حاجة اسمها الديودرنت مكتوب عليه ان هو بيقعد 72 ساعة، اصل الديودرنت ده مكتوب عليه ان هو بيقعد 48 ساعة، لازم يتجدد كل 24 ساعة، كل يوم لازم تجدديه، ما ينفعش نحط الديودرنت على ديودرنت. طب نعمل ايه عشان الموضوع ده؟ هقول لكم دلوقتي. احنا ممكن نمسح المنطقة الاندر ارم، اي تونر، التونر ده كنت جايباه، ممكن تمسحي بتونر، ممكن تمسحي بمية ورد، حتى لو مسحتيه ببادي كريم عندك، بادي لوشن، اي حاجة. ان في مثلا بادي لوشن ده ممكن تحطيه نقطتين كده على القطنة دي
وتمسحي المنطقه، ما ينفعش تحطي ديودرنت على ديودرنت، غلط، ما ينفعش، انت كده مش بتحسني ريحه، لا انت كده بتبوظي الدنيا خالص. فانت ممكن بالقطنه دي لو انت ما عندكيش تونر زي كده، ممكن تحطي ميه ورد، بادي كريم عندك، اي بادي لوشن، وتحطي بعد كده الديودرنت الجديد، لكن ما ينفعش الديودرنت على ديودرنت. خلوا بالكم من الحته دي عشان في ناس كتير بيقعوا فيها. في نقطه عايزه اقولها لكم على الديودرنت، لما تيجي تحطوه اصبروا الاندر ارم يتشرب الديودرنت كويس. ما ينفعش احط الديودرنت من هنا والبس تيشرت او البس الشميز، البس الهدوم اللي هلبسها، فانت كده ما عملتيش حاجه، انك انت الديودرنت اللي انت حطاه هيتمسح في الهدوم، فكانك ما عملتيش حاجه. حطي الديودرنت اصبري ان الاندر ارم يتشرب اللي انت حطيتيه، ايا كان الديودرنت اللي انت حطيتيه، وبعد كده البسي هدومك، عشان لو انت لبستي على طول بعد ما حطيتي الديودرنت هتلاقي الديودرنت كله اتمسح في الهدوم اللي انت لابساها. بعد كده لبس القطن لازم نحافظ ان اول حاجه تلامس جسمنا هو حمالات اللي هو البادي القطن، نبعد بقى عن البوليستر، نبعد عن الكارينا، نبعد عن الحاجات دي خالص، نخلي اي باديهات قطن حماله معاكي، لو انت بتحبي القط اي حاجه، اي حاجه قطن، حماله ماشي، قطن ماشي، اهم حاجه اول حاجه تلامس جسمي تكون قطن، بلاش البوليستر اللي بياكل في جسمنا، بلاش الكارينا، البديهات الحماله الكارينا، خلينا في بادي قطن زي كده بيكون سعرهم حلو. تلبسيه هاتي منه الوان زي ما انت عايزه، هاتي منه اسود وهاتي منه ابيض، فعلا هيكون مريح جدا ليكي. انا بطلت خالص البس لبس الكارينا اللي هي بديهات الحماله الكارينا، بقيت اعتمادي كله على القطن، ان الكارينا بيجي مع انكيتي تعرقي بيبقى صعبة خالص، فنخلينا في القطن، بلاش نلبس البوليستر او الكارينا. انا كلمتكم على الترطيب داخليا عن طريق انك انتي تشربي مية بكميات كبيرة. طب الترطيب خارجي عن طريق انك انتي تحطي مرطب على المنطقة دي، زي المرطب ده، ده اسمه بانسينول، ده الشكل الجديد من بانسينول، لقيته في الصيدلية فجبته، حلو قوي. ممكن ترطبي لو عندك كير باي كير عندك، يعني خدوا الحاجات اللي هقولها لكم، في كير باي كير، في بيبي كريم، في سودو كريم، في زونك اوليف، في بنسينول اللي هو الشكل القديم او الجديد. اهم حاجه ترطبي خارجيا زي ما رطبنا داخليا بشرب الميه، نرطب خارجيا باي كريم مرطب بيكون طبي، خلوا بالكم يكون طبي، ما ينفعش نيفيا، ما ينفعش دوف، ما ينفعش ايفا، لازم يكون مرطب طبي، دي منطقه حساسه زي البكيني يعني، فانت لو حطيت لها اي مرطب فيه ريحه قويه ممكن يحسس لك المنطقه وتحمر معاكي، والاحمرار يقلب باسمرار، هندخل في قصه احنا مش عايزين ندخل فيها خالص، فاحنا نهتم بالترطيب، كل يوم لازم نرطب المنطقه دي ضروري. لو انت عارفه انك انت هتقضي بكره اليوم كله في الجامعه، عندك يوم طويل في الشغل، عندك انترفيو، ايا كان اللي هيكون عندك هتقضي طول اليوم بره، هنستخدم الفوطة اليومية اللي احنا بنحطها على الاندر وير، تعرفينها طبعا، في من كير، في من كير فري، في من فريش دي، في من اولوز، تحطي الفوطة دي عند البادي كده، يعني مثلا ده البادي اللي انا هلبسه، هحط الفوطة اليومية هنا عند الاندر ارم، يعني تحطيها عند البادي بحيث هيمتص كل العرق معاكي، مش هتحسي انك انت اتبهدلتي او الحاجه الخارجيه الشميز اللي انت لابساه اتبهدل من ميه العرق، لا الفوطه دي هتمتص كل العرق معاكي وما يبانش انك انت عندك بقعه كبيره كده، لا الفوطه هتمتص كل الميه اللي نزلت. فالفوطه اليوميه تحطيها في البادي الداخلي اللي انت تلبسيه البادي الحمالات، تحطيها عند الاندر ارم بعد ما تحطي الديودرنت بتاعك عادي، الفوطه دي هتمتص معاكي الميه، العرق اللي هينزل، فمش هتحسي خالص ان في بقعه كده كبيره في الشميز اللي انت لابساه، في البليزر، في البادي، فانت كده بتخلي برضو منظرك يكون لطيف، حتى لو في عرق العرق كله ايه امتصته اللي هي البادز اليوميه، هتلاقوا بصي هو سمكها خفيف خالص مش هتحسوا بيها، والحيله دي جميله جدا انا مجرباها شخصيا وكانت ممتازه. يعني في بقى ممنوعات هقولها دلوقتي، الممنوعات دي انك انت ممنوع تحطي بادي ميست، اي بادي ميست على المنطقه دي مباشره. طب انت لو عايزه تحطي ممكن تحطي على اللبس اللي انت هتلبسيه او على البادي الحماله، لكن ممنوع ترشي دايركت على
الاندر ارم هيعمل معاكي حساسيه، ان اي بودي ميست بيكون فيه كحول، فانت كده بتلهبي المنطقه والمنطقه تقلب معاكي، هتحمر معاكي وبعد كده تسود معاكي المنطقه، فندخل في قصه. فممنوع تحطي برفان، نقول مثلا نحط برفان عشان تبقى ريحتنا حلوه، او نحط بودي ميست عشان تكون ريحتنا حلوه، لا خالص. انت كده بتدخلي في قصه تانية ملهاش خروج، يعني دخلتي في موضوع الاسمرار ده فين وفين بقى لما تلاقي المنطقه عندك بتفتح. فاحنا نهتم ان احنا نحط البريفيم او البادي ميست، البرفان بتاعنا او البادي ميست نحطه على البادي الخارجي اللي احنا نلبسه، او لو مش عايزين حد يشم ريحتنا وان احنا حاطين بريفيم نحطه على البادي الحمالات، مش هيجرى اي حاجه. لكن ممنوع نرش دايركت على الاندر ارم، ممنوع، هيعمل معاكي حساسيه وهتدخلي في قصه مش هتعرفي تخرجي منها. فده الممنوع اللي قلت لكم عليه، خلوا بالكم منه. البنات الصغيره ممكن ما يعرفوش النقطه دي، عايزين يخلوا ريحتهم حلوه فيحطوا برفان على المنطقه دي، ممنوع. انت اللي يتحط في المنطقه دي ديودرنت بس، مزيل عرق وبس. اخر خطوه معانا ان احنا نستخدم غسول زي ستيال اللي احنا بنستخدمه للبيكيني اريا. نستخدم الغسول ده ان هو مضاد، زي ما انتم شايفين مضاد للبكتيريا والفطريات. المنطقه دي طبيعي ان هي بتطلع البكتيريا وبتخرج العرق، بيخرج العرق منها. فاحنا نستخدم ستيال نحطه على المنطقه دي حبه كده على ايدينا، وندعك المنطقه دي كويس، هتبقى المنطقه معاكي نظيفه جدا. نحطها مره في الاسبوع، هتقلل لك البكتيريا اللي في المنطقه دي، وهتبقى كويسه جدا معاكي، ونقتل كمان البكتيريا الموجوده لو في فطريات في التهابات. يعني الموضوع ده فعلا حلو قوي، وانا مجرباه شخصيا وفرق برضو معايا. فموضوع ستيال ده غسول طبي في الصيدليه ب 35 جنيه، حلو قوي. هتستخدميه للبيكيني اريا وتستخدميه للاندر ارم، فيبقى ممتاز جدا معاكي للمنطقتين. بصراحه خطير، انا دايما بستخدمه ومرتاحه عليه جدا، حلو قوي في البكتيريا والفطريات، انا برتاحه عليه جدا. وكده فيديو النهارده خلص، حلوين، هشوفكم فيديو جديد، باي باي.